لقاء اليوم 17 مارس لدراسة مشروع الاستثمار ديال جماعة سليبرسون السنة ديال 2022-2027 بإشراك الفاعلين الجمعويين والشركاء والساكنة أيضا لتشخيص مختلف الإشكالات والإكراهات وبرفع توصيات كفيلة بصياغة برنامج عمل يستجيب لتطلعات الساكنة ويحقق التنمية المستدامة المشهودة لمقاطعة تابريكت خاصة والجماعة جماعة سالة بصفة عامة بشعار سالة اللي بغينا. السلام عليكم، تحية لكل متتبعين الشارع النيوز. معنا الآن الأخ النائب بمقاطعة تابريكت والفاعل الجمعوي الأستاذ محمد زرودي. شكرا أخ ميندا رجل خادم. هذا اللقاء اللي هو تشاوري للمقاطعة تابريكت لبرمجة الجامعة ديال مدينة سلا. من هذا المنبر كنشكر رئيس مجلس مقاطعة تابريكت والنواب ومجلس المقاطعة المستشارين والمستشارات. اللقاء اللي هو تجمع الساكنة وتجمع المجتمع المدني وكيجمع المستشارين والمستشارات وجميع القطاع الحيوي اللي غيعطي واحد النكهة واحد يعني باش غيكون يعني هاد الاستثمارات يكون ان شاء الله بشراكه مع جميع المواطنين ونتمنى لهم مسيره موفقه تكون التوفيق ان شاء الله. بارك الله فيك، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السيدة الكانون زهر رئيسة جمعية زهرة الحياة للتنمية البشرية والتنشيط التربوي بهذه الجمعية اللي كتنشط بمقاطعة تابريكت، واليوم حضرنا استدعاء السيد رئيس مجلس مقاطعة تابريكت السيد مصطفى السالمي اللي استدعانا واحد برنامج عمل اللي داره مدينة سالا ما بين 2022-2027 تحت شعار سالا اللي بغينا اللي كان في يناير يوليوز 2022. وفي هذه المناسبة اللي حضرنا فيها كان حضروا فيها مجموعة من الفعاليات المجتمع المدني وكذلك الإدارة المركزية، وكانت هناك من بعد التوصيات اللي ترفعت بأن استعمال العقار بطريقة معقلنة وكذلك رفع توصية الملاعب القرب وتعزيز قدرات الفرد وضمان تكافؤ الفرص، وكذلك طرحت بعض التساؤلات هل المؤسسات العمومية والجماعية في قادرة على استجابة لحاجيات الساكنة. كذلك طرحت بأن مقاطعة تابريكت هي ثاني مقاطعة بعد مقاطعة البرنوسي من حيث الكثافة السكانية، وهي كتضم 28% من ساكنة مدينة سهلة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة الدريوش مديرة مصالح مقاطعة تابريكت. جماعة سهلة عطت الانطلاقة ديال إعداد مشروع برنامج العمل ديالها يوم 4 فبراير 2022، ومن بعد منها عقدت واحد المجموعه ديال الاجتماعات مع الاقسام والمصالح ديال الجامعه وديال المقاطعات اللي تابعه لها، وكذلك قمت بمجموعه من الاجتماعات مع المصالح اللامركزه للاداره المركزيه. واليوم حنايا مقاطعه تابريكت كتنظم واحد اللقاء تشاوري تشاركي مع الساكنه ومع المجتمع المدني كباقي المقاطعة التابعة للجامعة. بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل الأيام اللي سبقوا هذا اللقاء هذا ديال جامعة سلا وفي لقاء التشاركية بين المجتمع المدني والمنتخبون والسلطة المحلية، جاء اليوم الدور ديال مقاطعة تابريكت باش تأكد هي بأنها غادة للأمام في ظل هذا التطور التي عرفوه هذا المجالس دابا اللي تواجد حاليا. تشكروا السيد مصطفى السالمي على كل المبادرات التي يقوم بها من اجل التشارك بين المجتمع المدني والمنتخبون. احنا كمنتخبون ولا كجمعويين جينا اليوم نديروا اليد في اليد باش ان شاء الله تكون سلا اللي بغينا. الا بغينا نصغروا الكلمه ديال سلا اللي بغينا نديروا مقاطعه تابريكت اللي بغينا. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. يوسف الضماني رئيس نادي وداد سهل كرة القدم اتحاد الجمعيات مدينة سهل الرياضية. أولا تشكر مقاطعة تابريكت على هذه البادرة يعني اللي استدعت فيها جميع يعني شرائح المجتمع المدني، جمعيات رياضية وثقافية واجتماعية
يعني وناس جمعويين استدعتهم التشاور حول يعني مواضيع تهم المقاطعة بصفة خاصة ومدينة سلا بصفة عامة. أشكرها هي المجلس ديال الجماعة ديال المجلس ديال المقاطعة للسيد الرئيس مصطفى السلمي وتنتمنوا لهم التوفيق. وحنا بطبيعة الحال في الناحية التشاورية رحنا أي حاجة يعني يحتاجونا فيها رحنا في الخدمة يعني بصفة عامة. وشكرا جزيلا. الحمد لله تشكر بعد الشخصيات البارزة في منطقة تبريز منهم سعادة رئيس المقاطعة مصطفى السلمي وكنشكر النائب ديالو محمد الدرودي والشخصية البارزة اللي تنحبوها بقدرنا السي صبع. تنشكرو مع هاد الالتماسة وهاد التفكير في الشباب ديال تبريز اللي الناس دايرين واحد الرقم أخضر يعني تيساعدونا به وتنتواصلوا معاهم به. الحمد لله تبريز حاليا القمة ديالها بهاد الناس الجداد هاد الناس الخدومين والغيرين على المنطقة وتنشكرهم بزاف ومن القلب. وأنا معايا غير نقول كلمة شكر خصوصا الأستاذ بوصبع والنائب سي محمد الزرودي وتحية خاصة لكم جميعا. شكرا.